الرسالة اللي يقولها المواطن التونسي اليوم للأحزاب السياسية والقوى السياسية المجتمع الآن في الخسارة الرئاسية؟ هو اليوم يوم غضب وتعبير على الغضب، لأن تونس لم تتحصل على الاستقلال إلا بنسبة 60% و 40% ما زالت متخلدة بذمة فرنسا. لأن التأميم احنا نطالبه بلجنة وطنية تتفاوض مع فرنسا لتأميم لاستكمال الاستقلال وتأمين الثروات، لأن جارتنا ليبيا في عهد الملك إدريس اللي هو يعتبر رجل طيب وعاقل وكذا أخذ الاستقلال السيادي لليبيا، والجزائر دفعت 1.5 مليون شهيد باش تمت الاستقلال متاعها كامل، ولهذا كفاء مزايدات ومغالطات للأجيال. غلطونا ياسر، ولهذا انكشف المستور ونطالب بتأميم الثروات واستكمال الاستقلال التام السياسي والسيادي. ولهذا الناس كل غلطت، الناس كل معناتها كملوا في الغلطة متاعهم، ولهذا نطالبوا بهذا الاستقلال، ونقولوا احنا نشكلوا لجنة وطنية مستقلة شريفة نظيفة فهمتي مدعومة من جميع الأطياف للتفاوض بهذا الموضوع. وهذا يعتبر يوم غضب وكفاء مغالطات ومزايدات، وكل واحد من غير ما نجبدوا احنا الخلفيات الاخرى، وهذا ما نقوله. شكرا. هذه الوقت تحكي فيها شنو يعني تنجموا تقولوا كمواطن تونسي اليوم بهذه المناسبة ذكرى الاستقلال؟ ما لاحظناش يعني مظاهر الاحتفالات الشعبية في هذا الشارع، شارع حبيب بورقيبة، في حين أن هناك خطاب رسمي الآن لرئيس الجمهورية بحضور مختلف القوى السياسية في قصر القرطاج. شنو ممكن يقول المواطن التونسي البسيط لهذه القوى السياسية بهذه المناسبة المهمة لتونس؟ نحبوا نخدموا رواحنا، ذاكش نحبونا، نحبوا نخدموا في بلادنا، ما نحبوش حد شيء، ما رينا شيء لتو، من ثورة لتو ما رينا شيء، فما حد شيء تبدل. هو بيدو يكون كنا قبل خيرة ونخدموا أمورنا واضحة، تو بطالة. أنا برخصنا وتنحينا، عنا رخص تاع خضرة وغلة عمر 23 سنة، جاء الوالي اللي قبل هذايا نحانا أنا تو بطالة 3 شهور، إلا متى هكا؟ لا نبيعوا في سلاح موازي، لا نبيعوا في سلاح مهرب، نبيعوا في خضره وغله، ما فيهاش عيب. وفي منطقتنا هي باب الزيره يعملوا اكبر مزيه اللي شادين تو الحكومه، شوفوا لنا حل، خلينا نرجعوا نخدموا روحنا. 9 شهور بطاله، كنا نطبع فيها 4 عائلات، اكبر مزيه عملوها اخوي، وبروخصنا، راهو بروخصنا ومحترمين القانون ونخلصوا امورنا واضحه. جانا حان عمر منصور اصبحنا بطاله. واضح، شكرا. كيفاش الانسان في ذكرى استقلال الطبقه السياسيه والحاكمه في البلاد، كيفاش يجيهم هما النوم في قصورات وناس تحت البرد، لا عندها ما تاكل، لا عندها ما تداوي، لا حد شيء، ويتحدثوا على الاستقلال كونه الانسان مستقل. الانسان وقت اللي يحمل بطاقه تعريف فيها جنسيه تونسيه وما يحسش باي انتماء للدوله هذه، كيفاش يحبوا يحسوا بالاستقلال؟ منين جاء الاستقلال وقت اللي نحن لا عندنا استقلال لا في ثرواتنا لا في قرايتنا لا في تعليمنا لا في ثقافتنا، لا عندنا استقلال في حتى حاجه، كلنا مازلنا تو تحت السلطه تاع فرنسا وتحت السلطه تاع الغرب والاملاءات الغربيه اللي حبوهم. ما فما حتى مواطن عربي يحس روحه كونه مستقل. باش الاستقلال وقت اللي انا يشدني مرض وما عنديش باش نمشي نعدي في السبيطار، يخرجوني ما نداويش للنموذ، وهو في قصر
يجيبوا له في الماكلة امبورتي والطبة يعطس عطسة يجيبوا 10 طبة يدووه وناس في البرد هذايا وفي الشتاء تموت من البرد ومن الجوع. عن اي استقلال يتحدثون؟ عن اي استقلال يتحدثون؟ وشكرا شكرا ليك. يعني هكذا كانت هي عينة من عينة من الشهادات وسط الشارع الحبيب بورقيبة بهذه المناسبة الذكرى 62 لاستقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي. لم نلحظ حقيقة احتفالات شعبية أو حتى حزبية في داخل هذا الشارع الذي عرف بحراك مستمر خاصة منذ ثورة 11 أو 14 من يناير، في حين هناك يعني خطاب لرئيس الجمهورية البجي قائد السبسي بحضور مختلف القوى السياسية في القصر الرئاسي في قرطاج ربما لتسليط الضوء أو للإعلان عن مجموعة من القرارات المهمة بشأن المستقبل السياسي أو الاقتصادي لتونس خلال الفترة القادمة. نترككم مع بعض الصور من وسط شارع الحبيب بورقيبة قلب العاصمة تونس وإلى موعد آخر.